كي يدخلوا الماديات؟ المصلحة هنا مصلحة متبادلة، المصلحة تكون مصلحة متبادلة، راح نتعلم منك شيء وراح تتعلم مني شيء، وإن وإلى أين هو الذكاء الاجتماعي في كل هذا؟ أكثر شيء وتمييز، أين هو الذكاء الاجتماعي في كل هذا؟ مش مسألة تميز، وإنما مسألة أصلا الغاية من الصداقة أن نتطور ونتعلم. اللي يكون قل لي ما يقل مني، إذا كانت غايتي من الصداقة أني أرفه أختار 5 أصدقاء يساعدوني أني نترفه ونستمتع بالحياة، فما هي غايتك من هذه الصداقة؟ مليح الإنسان يكون فاهم روحه، الصديق هو السند، يحدد صديقه أستاذة. مليح الإنسان يكون فاهم وشراه وحاب. الصديق هو السند في الحياة، من المفروض الصديق هو اللي ما نكونش مليح، ربما بمجرد أن يشوفك ماكش مليح يفهم أنك ماكش مليح، هذا هو الصديق. صديق مش طبيب نفسي يعني، صديق في الحقيقة ما يقدرش نكلفه صديق انه يكون بدون ان اكلفه، لما انا تواجد حياتي يعني يكون كرفع للمعنويات. اذا ما قدرش يرفع لي معنويات هل الومه؟ هل هذا تمييز؟ لما نقول لازم او ضروري انك ترفع لي معنويات، اذا ما عندوش المهارة هذا اليس هذا تمييز؟ يعني لازم يكون عنده دراهم باش يولي صديقي ولا يرفعها عليا. الهدف من الصداقه ضروري يكون محدد، يعني ضروري يكون يعني صداقه عشوائيه بمجرد انه كثر الصحاب وخلاص. سيقول لك احنا في العاميه تاعنا استاذه، في العاميه تاعنا كي يدخلوا الحسابات بين الاصدقاء ما توليش صداقه. مش مساله حسابات، وانما نكونوا فاهمين توجهنا. قبيل في الروبورتاج كان قال من كثره الاصحاب ما عنده حتى صاحب. لا، ماشي كثره الاصحاب، وانما ما عندوش غايه اصلا من الصداقه، ما عندوش هدف، ماهوش محدد. فانا علاش اختار نكون مع هذا وما نكونش مع هذا؟ بس الحياه حياه خيارات، والخيارات تبنى على اهدافنا ورؤيتنا لتوجهاتنا. حاجه اللي تريحني والحاجه اللي ما تريحنيش، حاجه اللي تخدمني وحاجه ما تخدمنيش، هذا ليس تمييز وانما تقدير للذات ووعي بالتوجه وخياراتنا.